اقول خارطه جديده في حال اداء النواب. بس باش متفقين بين البارحه اتفقتوا واجتمعتوا اتفقتوا على الجلسه انه راح يكونون البدلاء؟ كان اجتماع مع الديمقراطي. نعم. وكو تفاهمات مع الاخوه السنه. نعم. وقبلها تفاهمات. اجتمعتوا انه راح يدخلون الجلسه؟ راح اقول لك المبدا. يلا لا احكي لي شنو صار. المبدا مباشر راح تبين. المبدا تاتي معي تاخذ استحقاقك الانتخابي ولكن تلتزم وتكون مسؤول. بالنجاح يحسب لك والفشل يحسب عليك، هذا اولا. نعم. ثانيا احترام القانون والدستور، ماكو انتقائيه. ماكو هذا يعجبني القانون. لا بس هيجي ما راح تتفقون. لا لا راح يتفقون. لا بس انا احكي لك. راح اقول لك فشل. الان هذا الامر راح يعرض. نعم. لمن ياتي الى هذه القواعد القانونيه والدستوريه فاهلا ومرحبا. واذا لمن ما لمن لا ياتي راح اقول لك فشل. نعم اذا ما اجوا. الخارطة فضفاضة فيها مجال كثير. شنو المجال؟ اعطيني واحد من المجالات. راح اقول لك المجالات. اللي جاي قادم ب 132 نائب وعنده تحالفات سابقة. نعم. بأعداد محترمة. قبل لا يكون هذا الإضافة ل 52 حقق الإطار الشيعي مع حلفائه 152 من أوقفوا جلسات. 152؟ نعم من أوقفوا الجلسات لانتخاب رئيس الجمهورية. في الجلسة الأولى البرلمان كم كانت؟ قالوا 102. ثاني جلسة ايش صارت؟ 170. نعم. لا أكثر. 190. أكثر النواب المستقلين طلعوا ما حضروا الجلسة لأسباب خاصة وليس لأنهم ذهبوا. أستاذ مخلد أقول تشكيل الحكومة الآن بعد أداء النواب البدلاء سيكون مسؤولية وتكليف وشرف. نعم. للإطار الشيعي. إن نجح به ضمن المعايير الوطنية وضمن الثوابت التي نعم. كان يقول بها نعم. فهو أمر جيد جدا. إن لم ينجح نعم. فهو بس نقطة كما كان الآخرون هذا كلام محلل. أريد أختم المعلومة الإطار خليني المعلومة أخذيها المعلومة ونسبق كل شيء ونسبق كل شيء بقول إن شاء الله. لا إن شاء الله كل شيء يصير خير. لا مو إحنا مأمورين. نعم. مأمورين بأن نسبق كل شيء إن شاء الله. أنا أقول الحكومة ذاهبة للتشكيل. هسه البدلاء عوف الحكومه هسه بعد ما وصلنا البدلاء متحققين وماضين. راح تصير جلسه؟ راح تصير جلسه ان شاء الله والجلسه تناقش امرين. نعم. ان شاء الله باكر الاعتداءات التركيه على الاقليم وعلى اخوتنا الكرد. نعم. وايضا سيؤدي النواب البدلاء ولن يستغرق القسم وسنشاهد هذا الامر. نعم. لن يستغرق الا دقائق والحكومه ستشكل سريعا ان شاء الله. نعم. وحكومه ستعالج اخطاء المرحلة نعم. السابقة نعم. وستكون هذه الأسماء اللي انعرضت الأسماء اللي انعرضت كل الأسماء كذب. حيدر العبادي سيد حيدر العبادي علي كاس أسابتك أسابتك حتى تستفاد من الوقت كل الأسماء المطروقة غير صحيحة. أنا عندي معلومة الأسماء التي تطرح معلومة عندي من المستقلين لا. من الكتلة المستقلة المواصفات هي التي تحكم. لا من الكتلة المستقلة متفقين على الاسم. لا ماكو الذي يصح له الإطار الشيعي نعم. أن يكون اختيار رئيس الوزراء ضمن الكتلة الشيعية الأكبر كما حق السنة عندما رشحوا الحلبوسي كما حق الأكراد عندما رشحوا الجمهورية. إذن هو السيد المالكي. خليني أختم وياك. سيد المالكي جابه السيد المالكي اختيار الإطار. منو قابل المالكي؟ وانت لا تتنبهيني استاذ مخلد انا اثر عليك. انا قلت المواصفات هي التي تحكم. انت المواصفات وهو عراقي. نعم. المالكي او غير العراقي. نعم. المواصفات هي التي تحكم. نعم. وسيصوت عليه النواب. نعم طبعا يصوتون وسيكون